السلام عليكم. اليوم حبيت ندير طبق تقليدي جزائري يتصف به، يديروه بزاف الشرق الجزائري. هي تختلف التسميه، كاين اللي يقولوا تريده، كاين اللي يقولوا له شخشوخه. تخدم باليد احسن. يعني هنا ما تسناتيش الفرصه، ما عنديش، يعني شريت العاديه اللي موجوده في الاسواق، يعني واش عندكم استعملوه. راح نديرها اليوم انايا باللحم. تحبوا ديروها ميلونج باللحم والدجاج، تحبوا بالدجاج لكم الاختيار. واش حيدخل فيها مكونات؟ راح نديرو بصل، انا هنا بصل رابيتو يعني رقيق كاع، باش من بعد من يعني المرقه تكون صافيه هكا كنزيدو نصفوها. هنايا طماطيش مصبره مغلفه ونص، هنا حميصه انا تاعي هنايا يعني طيبتها. حميصه كي تشمخوها دو بريفيرونس طيبوها الصباح وديروها في لي ساشي في كونجيلاتور، دي فوا يكون احسن. هنايا راح نستعمل جزره واحده برك، راح برك نقلي معها مع البصل وملح، فلفل عكري وفلفل اسود، زيت وسمن. السمن نديرو في الاخر ماشي دوكا، ولا شخشوخه تاعنا ولا ثريده تاعنا. نبداو بسم الله. انا اليوم حنستعمل لاكوكوت باش نسرع شويه عمليه الطياب. راح ندير شويه زيت ما تكتروش، سورتو لا فيها غنمي، ومن بعد نزيدو السمن هكا. نحطو اللحم تاعنا بسم الله. هنا نقلي اللحم تاعنا بيان باش نحطو البصل. دايما قلت لكم سر الطبخ انك تقلي الحاجه بيان، سيو خلو اكلكم دايما مليح باسكو راح يطلق نكهات ويجي مليح. انا راح نقلي اللحم بيان ومن بعد باش نحط البصل تاعنا. ومن ثاني حطيت القدره تغلي باش نفورو شخشوخه ولا ثريده تاعنا. هنا نجي دوكا نحط البصل تاعنا اللي كنت سكرفشتو، ديرو واحد البصل كبيره، الا كانوا صغار ديرو زوج، ولا كنتو استعملتو مرتو دجاج معاهم ديرو سناتهم وقلو كلش بيان. هنا راح ندير مغرفه ملح، الملح في العكري وفلفل اسود، هذو هما التوابل اللي حنستعملهم الشوكه تاعنا. ونخلي كلشي يتقلى. هنا كي تقلى البصل مليح راح نزيد مغرفه ونص تاع طماطم مصبره، نزيد نقلي مليح. ونحط حبه زروديه، نحب كي يطيب اللحم هكا يعني بصل، ونزيدو هاد الحبه تاع زروديه طوماط. ما كي ديروا تجي صوص بنينه هكذا. راح نزيد نخليه يتقلى مليح باش نمرقو بالماء سخونه. هنا اللي يحب الحار راح نزيد انا شويه تاع فلفل دريس ماشي بزاف، لكم الاختيار باسكو من بعد راح نزيدو نقليو مع شويه حار نشويوه ولا نقليوه كيما تحبوا. هنايا خلاص قلات لي بيان، راح نجيب ماء سخون دو بريفيرونس ماء سخون باش اللحم يطيب، ونمرقها ونغلق عليها. راح نديرها نص ساعه الا درتوها في لاكوكوت، ونعاودو نوليو. الحميصه انا هنا عندي اي طايبه، اللي عنده الحميصه ماشي طايبه يديرها دركا باش طيب كيف كيف مع اللحم. انا عندي طايبه دوك ما نديرهاش دوكا، اللي ما عندوش يديرها دوك باش طيب هكذا. راح نغلق عليها نديرها نص ساعه كما قلت لكم، ونروحو للشخشوخه تاعنا ولا التريده تاعنا.
هنا التخشوخة تاعنا ولا فايدة اللي تحصل عليها تاع نخدمها باليد يكون احسن، مي معليش راح ندير لها شويه زيت نسيت ندخل فيها كاع الزيت باش تسهلنا في كي نكونوا نفوروا فيها ما تلصقناش. نديروها بيان سيو نضمنوا بلي شك وحده لحقها الزيت. واني دايره قلت لكم قدره تغلي باش نبدا نفورها. بسم الله هنجيب كسكاس. هنا اللي درتها في الكسكاس راح نفورها. انا راح نديرها لكم اليوم على طريقتي مع احترامي اللي يديروها يعني على اصولها. انا راح ندير زعما الطريقه سهله المرفه نديرها، على بالي كاين عندها دي تكنيك ولا يديروهم ولا الوغ اسفه يعني الا كنت كاش ما حرفت. نروح نديرها تفور. هنا غير تشوفيها فارت نحيوها. هنا بعد ما زيديتها في الكسكاس، الكسكاس تاعكم قبل ما تفوروا دير لهم مسحه بالزيت باش ما يستقلقمش. راح نجي وندير لها الماء بشويه. بسم الله هكذا انا معك بيدي. هذاك الباكي راح ندير له هذه الكاس تاع الماء ونخليها ترتاح. هاوليك خليها تشرب، تشرب بيان عاود نكملو. هنا راني خليتها 5 دقائق شربت هذاك الكاس اللي درته لها ونزيد نفورو ثاني مره. هنا اللي فورته الدوزيام فورا راح نزيد نكبو. هنا راح ندير له انا على بالي مرقه فيها الملح، ما ملحتهاش بزاف يعني، نحب ندير لها الملح باش تجي بنينه. ندير لها شويه ملح وندير لها الماء كيما المره الاولى. نزيد نسيني شربها بالماء هكذا. هنا ثاني في الثانيه راح ندير كاس واحد اخر تاع ماء نفورها النخت يعني المره الثالثه واخر مره هكا. راح نكمل الكاس ونخليها تعاود تتشرب ونفورها ثالث مره. انا هذه طريقتي ومن بعد نكملو نخليها تتشرب. نعاودو نكملو كيف كيف. هنا بعد ما فار الفوره الثالثه هنا راح نفرغو وندير مغرفه، نديرلو مغرفه دهان، ولا كان عندكم دهان الحر بيان سور يجي بنين، ولا دهان نورمال ماشي مشكل. هنا راح نفرغها هنا هكذا. راح نديرلو هنايا دهان نحلها بالدهان. واللحم تاعنا راهو طاب جبدتو بقات لي المرقه تاعو. راح دوكا انا هذه طريقتي يعني بعد ما ندير له الدهان راح نحط هذا الخشوخه ولا هذه التريده في المرقه تزيد تشرب. مرقه ماشي بزاف باسكو ديجا نفورتها 3 فوا راهي برسك طايبه هكا. هنا راح نحطها في المرقه ونخليها تزيد نقص لها النار ونخليها تزيد تشرب. نروح نقي الحار تاعي وغليت شويه بيض ونتلاقى فيما بعد ان شاء الله. كاين اسيس صغيره برك. هنا نحيت شويه مريقه صفيتها وديت لها مغرفه دهان وخليتها دو كوتي. ديفا يحبوا ممكي هذه نحطوها تتشرب بيان، ديفا نحبوا من الفوق نزيدوا شويه برك اللي يحبوها يزيدوا شويه. هنا نحو شويه مرقه وديرها مغرفه دهان راح تلق لكم بالنهايله كي نسربيها ونحط اللحم فوقها وكاع نزوج شويه من الفوق. هذه مجرد انا نديرها يعني مجرد فكره. راح نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. هاني رجعت التريده تاعنا
في المريقه، قعدت المريقه مع اللي جبتها جبت شويه، قعد وقيس زوج كيسان هكا تاع المرقه، والكاس الاخر درتو كما قلت لكم خليه دو كوتي مع غير فاس من وحده. هنا درت التريده تاعنا ونخليها على نار قليله تشرب واش بقى لها بعقلها هكا، ما نزيدلهاش بزاف، خليها برك تشرب، تزيد تشرب، هي طايبه ريحتها. واش نقول لكم، نتلاقاو في الاخر كنقدمها لكم. انا هذه هي طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. نغسلها ونخليها بعقلها، نتلاقاو في الاخر ان شاء الله. هنا التريده تاعنا وجدت، شو كيفاش جات، ها هي راح نزينها ونوريها لكم. هنا حبيت نديرها في القصعه ديريكت، نوجد يعني نقدمها بالطريقه، طريقه تقليديه وفيها البركه. هاي حبيت بك نوريها لكم هاي كيفاش جات. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. هنا راح نزينها ونوريها لكم. التريده تاعنا وجدت، ها هي. هنا الحميصه اللي كانت طيبت لي قلت لكم ديجا درت لها برك شويه مرقه وعاود صفيتها شمختها برك. هنايا قليت شويه فلفل حار معاها ومام البيض جوزتو في يعني في المقله. نقول لكم سيوها، جربوها بالطريقه سهله ان شاء الله تعجبكم. هنا المرقه اللي كنت خليتها دكوتي مع المغرفه تاع السمن، هنا نعطيها شويه من الفوق باش برك تمد لنا هذيك البنه تاع السمن هذيك، وكاع كلمسه اخيره برك راح ان شاء الله تعجبكم. نقول لكم جربوها ويعطيكم الصحه.